أبرز تلك التحقيقات تولاها مايكل غارسيا كبير محققي الاتحاد الدولي الذي تولى التحقيق في الفساد الذي ضرب الفيفا أواخر حكم السويسري سيب بلاتر. مايكل غارسيا هو مدعي العمل الأمريكي. مايكل غارسيا هو اللي عزل حاكم ولاية نيويورك في قضية أخلاقية. مايكل غارسيا كان هو الذي تولى التحقيقات في الملفات الإرهاب الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. هو أيضا تعرض لكثير من المشاكل في هو قام بالتحقيقات وقام أيضا بمجابهة كثير من المشاكل التي تعنيه هو بشكل شخصي. The Garcia report is quite interesting because it's there are components within it that need to be condemned. The treatment of particularly the two whistleblowers. And I'm talking about an Australian lady and